فكرة الشرعية الثورية في الميدان، ثلاثها الشرعية القانونية في المحكمة الدستورية، ثلاثها الشرعية الحضارية في جامعة القاهرة. ترتيب رائع وجميل، وبيقول إنه فيها عقل مفكر ومتحضر وراقي جدا وراء هذه الخطوات، وراء السيناريو، وراء الإخراج، ولحد دلوقتي ناجح نجاح هائل. أنا بس هضيف للي حضرتك قلتيه إنه مرسي راح جامعة الأزهر صلى الجمعة هناك، ودي شرعية أخرى، شرعية دينية، مرجعية دينية، مرجعية ثقافية، مرجعية إسلامية، مرجعية يعني نسميها، ولكن هي انطلاقة مهمة، ودي كانت أول انطلاقة الحية. وأتمنى إنه من يعني يرتب لهذه الخطوات يكملها بأنه الدكتور مرسي نراه في خلال يوم ولا اثنين في دار الأوبرا، والخطوة اللي بعديها يبقى في الكنيسة. أعتقد أنه لو استكمل السيناريو بهذه الطريقة يبقى أحسن سيناريو لتسلم سلطة بداية ولاية حصلت.